أمنع قريب وافتح ورد الغمز الغمز أزعى فيا اللي يقصد بها المذكورة أخيرا وهي المذكورة في قوله والمد زيد الثاني ذنب الواحد همزين وراء أو الثاني هو قوله كذاك ذان لينين اكتنف مد مفاعل. إذا كانت الهمزة أصلية في المفرد تسلم كما هي مثل مرآة الهمزة فيها أصل عين الكلمة من رأى بخلاف الألف خلاف الهمزة خلاف الألف في خطيئة وقلادة وعجوز البذل سائد فتقول في مرأة مرائي قالوا ربما سلكوا بالأصلي مسلك العالم فقالوا مرايا ستقول مرائي وجاء عكسه سلكوا بالعارض مسلك الأصلي قالوا قال أبو عبيدة رضي الله عنه قال فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا حتى أزير المنائية قال المنائية قال يقول المنائية وفي مثل هراوة جوع الواو ثم قال وهمزا أول الواوين هذه مسألة خاصة بالواو إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة فإن الأولى منهما تقلب همزة ما لم تكن الثانية منهما مادة غير أصلية خرج صورتان أن تكون الثانية منهما بدلا ليس أصلية مثل لو قلت وافا قلت ووفية الواو الثانية بدل ألف بدل ووفية وارا ووريا الواو الثانية بدل ألف هذه القلب فيها جائزة واجب لكن تقول أورية وأوفية وإن تركتها قلت أوفية كما قال عز وجل ليبدي لهما ما أورية مقبولة أو كانت الثانية هنا بدل من همزة تقول وألا وألا معناها لجأ والوائل اللاجئ الوائل لاجئ وتقول في أفعال التفضيل منهم هذا هو الأوأل الأكثر رجوعا وتقول في الأنثى منهم الأولى كما تقول الأول والأولى تقول الأولى استلقت الهمزة فقلت الأولى هذه الواو الثانية ليس أصلية بدل من همزة هذه أيضا إقلاب ودخل الصورتان أن تكون الأولى منها ليست مادة أصلا مثل أول جمع أول أصلها أول بواوين الثانية ليست مادة يجب عليك وجوبا أن تقلب الأولى منهما همزة فتقول أول أو مثل واقية لو جمعت واقية على مفاعل واقية تقول فيها وواق الواو الأولى فاء الكلمة والثانية الواو الثانية بدل من ألف فاعلة لأنها تقلب واو في التكسير والتصريف تقول صاحب وصاحب وصويح إذا صغرتها فأصل ليست مادة فتقول فيها واقية تقول فيها وواق ثم تقول أواق واضح؟ إذن دخلت صورتان أن تكون الثانية ثم ليست مادة أو مادة غير أصلية أو مادة أصلية قصدي مثل أولى أصلها أولى الواو الثانية مادة أصلية لأن عين الكلمة أولى فعلى الواو الأولى فعل الكلمة الواو الثانية عين الكلمة أولى لماذا فعلوا هذا كله؟ قال يكرهون توالي مثلين في أول الكلمة يكرهون توالي مثلين في أول الكلمة لا يقع إلا نادرا مثل ددن له ددن اجتمع مثلا في أول الكلمة يجتمعان لا بأس لكن بفاصل كديدا وسلس وقلق لكن يتوالي صعبا فلما استثقلت في حروف الصحاح امتنعت في الواو أما إذا كان في الأثناء أو في الأخير لا بأس تقول شد وبد اجتمع مثلا لكن في الأخير وكذا تقول هووي ونووي اجتمع مثلا لكن ليس في الأول في الأثناء أو في الأخير واضح أنا أقول ومد وهمز الأول الواوين رد في بدء غير شبه وفي ردم بقي مما تبدل منه الهمزة خمسة أشياء تبدل الهمزة جوازا من كل واو مضمومة ضمة لازمة ليست مضغمة وليست ملحقة بغيرها مثال ذلك أن تجمع دار تقول أدور وتقول أدور اجمع وجه تقول وجوه ولك أن تقول أجوه تقول غار الماء تقول غورا أصل غورا جمع نار نور أو نؤور بخلاف اشتروا الضلالة ولا تنسوا الفضل
الواو هنا، الواو هنا حركتها ليست أصلية، جاءت لالتقاء الساكنين، وبخلاف ذلون، ذلون وحلون هذه حركة الإعراب ليست دائما، وبخلاف التعول والتحول هذه مضمومة ضمة لازمة لكنها مضاف فيها مثلها، وبخلاف الترهوك والتدهور الواو هنا جاءت ملحقة بتدهور ملحقة بتدحرج، تدحرج لا إبدال فيها كذلك. تبدل كذلك الهمزة من الياء إذا وقعت بين ألف وياء، مثالك أن تنسب إلى راية، راية تقول رايي ثم تقول رائي جائز.